ما معنى إذعان هنا؟ الإذعان هو أن تخضع لما يأمرك به وينهاك عنه النبي صلى الله عليه وسلم والمولى سبحانه وتعالى فيما جاء في الآيات أمرا ونهيا. أنت باش تسمع القرآن يقول قولا فيه أمر تأتمر به وقولا فيه نهي تنتهي عنه. كذلك إذا أمرك الرسول بشيء تأخذ منه وتطيع، وإذا نهاك عن شيء تفعل. هذا ما يسمى الإذعان. سيدي الإذعان هو الانقياد. إذعان، إطاعة، خضوع كامل. لكن أنك تصدق هذا ليس إيمانا. إذا فالتصديق اللي نحن نتكلم عليه ما هوش أن تسمع فتصدق وينتهي الأمر عند ذلك. هذا فعله كثير من اليهود وكثير من قريش، من كفار قريش الذين ماتوا على الكفر، علموا بنبوة محمد صلى الله عليه وسلم وسمعوا القرآن وعلموا أن القرآن فيه الحقيقة وعلموا أنه منزل من رب العالمين، ولكنهم جحدوا ذلك كله مع تصديقهم بالقلب أن هذا هو النبي. ماذا يفرق هذا الذي صدق وهذا الذي صدق؟ يفرق بأنه أذعن لما أمره به نهيا وأمرا، أطاعه مطيع. إذا فهو المسلم أو المؤمن هو الذي يطيع الله ورسوله. الإذعان قلبي، لأنه قال اللي سيكون من هذا النبي سأفعله، إذا قال صلي سأصلي، إذا قال اقتلوا أنفسكم سنقتل أنفسنا. نوقف حتى ما وقعنا في القلب، حتى ايش نقتل العمل. سيدي هذه فيها يعني زيد فيها وعليها فيها حتى خلال يعني مثلا انا امنت بالله واذعنت يعني في قلبي ولكن مثلا لا اصلي ولا كسلا ولا حاجه مش قادره نطيع الرسول صلى الله عليه وسلم، مش قادره نطيع فيه يعني صحيح وعد من المسلمين ولا مثلا بنكمل قطع بينما لكن حتى واحد ما عنده الحق يقول لك انت من المسلمين صليت ولا ما صليتش، مانيش انا مش حق، ما عنديش دخل في الحكم. علاش دخل؟ يقول مثلا صليت مش مع بعض نتكلم ولا حد برضه. لكن الخلاف يعني اللي قال بان الصليت معناها من لم يصلي هو كافر ولا يصلى عليه معناها فماشي دليل على من لم يصلي فهو كافر برضه. عاصي هو العاصي. لا ترك ما كان عليه أبوه أو ترك ما كان عليه النبي صلى الله عليه وسلم يتسمى تارك، حتى ولم يصلي يتسمى تارك، لأن الأصل أن لا يترك، الأصل أنه يصلي، هذه القاعدة العامة. فمن خالف القاعدة العامة وكأنه ترك. لكن الترك كلمة الترك هنا لازم نفرق. إذا كان الصلاة هي الوحيدة التي تدخل الجنة وتدخل النار يعني بتركها، فيولي ما عادش امرت ان اقاتل الناس حتى يؤمنوا ان لا يشهدوا ان لا اله الا الله وان محمد رسول الله. وما يكونش كذلك عند في حديثة زيد وخالد اثنين قتلته شققت عن قلبه يا خالد شققت عن قلبه يا زيد. اين تذهب من لا اله الا الله يوم القيامه؟ يجب ان يقول لنا رايته يصلي ثم قتلته. مش هو شهد ان لا اله الا الله وان محمد رسول الله. باي الاشياء يدخل الانسان الاسلام؟ لو كان بالصلاه فقط يعني لا، حتى الاحاديث يولي فيها افتراق. كيفاش؟ انا لازم نفهم علاش هو شهد والنبي صلى الله عليه وسلم يقول هو مسلم وانت قتلته. حتسبوا في على النبي ما يفعل ذلك. طيب هو الكفار كيفاش دخلوا الاسلام؟ جهاد صليب؟ لا والشهاده هي اقرار. باش بالوحدانية وبالرسالة. دخل الإسلام بماذا؟ بالإقرار والإذعان بأنه لكن بعد ذلك
يبدا العصيان وليس نكران الايمان اي ردته. يولي العمل يولي هنا انت شو العمل اللي بتعمله؟ راهو الصلاه من الاعمال. ما هيش ركن من اركان الايمان. والصوم من الاعمال ما هوش ركن من اركان الايمان. وغير ذلك وغير ذلك. علاش؟ لانه لو انت باش تترك راهو الصلاه، شنو هي الصلاه؟ خمس صلوات في النهار. وكم في العمر؟ انا اللي مش نحكم عليها بكفرك وبايمانك. تركك صلاة أو صلاتين، أو تركك الصلاة بالكلية، أو تركك صلاة يوم، أو تركك صلاة جمعة، أو تركك صلاة سنة، أو تركك صلاة واحدة. أنا لا أحكم عليك بالكفر فيها، مع أني ما نجمش نحكم عليك لا بالكفر ولا بغيره، لكن هذا على فرضية معناتها. اللي ترك صلاة بالاعتكاف، أو لن تدخل الجنة، والله لن تدخل الجنة لأن ترك صلاة، أو اللي راح عنده عام ما صلاش يقول لن تدخل الجنة، أو اللي راح أو الذي مات وهو تارك للصلاة يقول له ماكش داخل الجنة. شكون أنا خويا منين؟ أنا خويا منين؟ سيدي عزيزي تقول إدعان عليها قلبي هو. شوف شوف الإيمان النبي صلى الله عليه وسلم له من الشفاعة في يوم القيامة أنه يخرج من كان في قلبه ذرة من إيمان. ولذلك الايمان هو العلي الذي عليه المعول. تقول لي انت من بعد انا باش نتعذب وندخل يعني على الاعمال اللي ما عملتهاش وامرت بها ولم افعلها وعصيت الله فيها ندخل بها للنار ام لا؟ هذا امرك الى الله. لم تحقق ولن تحقق كمال الايمان وكمال عبوديتك لله سبحانه وتعالى الا بالعمل. لكن تخلد في النار من اجل أنك لم تصلي صلاة أو عشرة أو مت من غير صلاة، هذا أمر آخر، لأن الموضوع يصبح موضوع كافر أصلي. اللي ما صليش كافر يخلد في النار، أم فعل فعلا أو كبيرة أو فعلا سيستحق عليه العذاب. ألف عام ولا ألفين عام ولا الله سبحانه وتعالى هو الذي يعلم. الإشكال في أنه هل هو كافر أصليا سيخلد في النار أم لا؟ أنت لو كان عندك إنسان ما صليش تكاسلا يوم أو يومين أو ثلاثة أو صلى في حياته كاملة وجاء في الأسبوع الأخراني تكاسل لم يصلي ثم مات، نعتبره عند ذلك كافرا أصليا، فسيجرى عليه كذلك أحكام الكفار، حتى الصلاة عليه لا تجوز ولا يقبر في مقابر المسلمين ولا يدعى لا يصلى عليه ولا يترحم عليه أصلا. ولو كان حيا يطلق زوجته منه ويمكن استباحه يعني زوجته استباحه ماله لاخذ ذلك. واذا طلق امراته لا يبقى الولد لديه، يبقى عند المراه المسلمه ولا يبقى عند الرجل الكافر. يعني فيها اشكاليات كبيره. سيدي مش تكاسل اذا امكن الصلاه ما اقلش هي عندك. هنا مالش ولاك عندك ولا عندك حاجتين ولا عندك حاجتين ولا عندك من انكر اي اجحد معلوم من الدين بالضروره فهو كافر اخرج نفسه من دائره الاسلام. ومن تكاسل عن صيام او عن زكاه او تكاسل عن فهو مسلم عاصم. ليش هنا الفرق؟ الفرق راهو في انه سيخلد في النار ولم تجد عليه احكام الدنيا ويطلق من زوجته. هذا راهو فما شكون يقول به، علاش انا توا ان شاء الله نتعرضوا له وما نحبوش؟ لانه راهو مشكل في اللي يتصور هذه غير مشكله. لا مش متسكر او متسكرش. الاشكال اللي ساعات ما نكملش الكلام ومن بعد يولي فما يفهم وراهو مازال الدرس مازال الدرس. فان شاء الله حتى اللي يتفرج في الدرس يعرف راهو الدرس ما كملش. ناخذ في حاجات مع بعض وان شاء الله بعد النمو في اذهانكم في ذهنيات. نحن توا عندنا مسألة تقريبا فصلناها هي أن الإيمان هو مطلق التصديق. ثم الثانية أن النطق بالشهادتين هناك من قال بأنه شرط في الكمال وهناك من قال لا هو شرط صحيح. كذلك عندما قال هو شرط صحة أدرج العمل معه. حطوا كل الأعمال وقالوا كذلك الأعمال هي شرط صحة في يعني هذا نوع من تفسير الأحاديث والآيات. ثم من قال لكن دائما نحن وقت ما ندرسوا في اي شيء في العلوم الشرعيه تحط حاجه برا قدامك. تحب تدخل الناس للجنه مش تخرجهم تحطهم في النار. تحب تدعو اللي غير المسلمين انهم يدخلوا الاسلام مش تحب تنفرهم من الاسلام.
مبشر. يعني انت تكون مبشر مش منفر. تقرا ماكش تحب تحط الغل بتاعك والحقد والفقر بتاعك، لانه فضل الناس تحط المشاكل بتاعها اللي تقرا فيه وتخرج بحقد للمجتمع. انت بالعكس باش تحط الذكاء بتاعك باش توظف المعارف بتاعك لفهم الشريعه باش يكون اكثر ما يمكن نلموا الناس مش نفرقوا. هذه علاش اول ما نقراوا في العقيده نحن نتاع اهل السنه نقراوا اقسام حكم العقل، لانه العقل مش مقدس لكنه هو الذي عليه المعول مع النقع. راهو الانسان اللي ما عندوش عقل لم يكلفه الله سبحانه وتعالى بشيء لانه ليس له عقل. التكليف كان للعاقل، لانه لو كان لغير العاقل ما كان له ان يفهم ايات القران، وما كان له ان يفهم حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم. هذا الدين لا يفهمه الا الانسان العاقل، لذلك لا يكلف فيه الا العقل. عنده عقل يتحاسب، ما عندوش عقل مش باش يتحاسب، يدخل الجنه من غير عقاب. هنا نحن علاش هو مضمون فرص؟ انت تحب تفهم بظاهر النص بظاهر الحديث، تحمل كلمه الترك على الترك اللي انت تحب تفهم اللي هو الانكار، انكر للصلاه، فهذاك هو المعنى اللي تتربيه. لكن نحن لا العكس، نراوش هكا، نراو بان الترك ما دام النبي صلى الله عليه وسلم لم يحدده فهو يحمل على وجهين، ترك لتكاسل وترك ل يعني ترك، فما ترك جحود، ترك صلاته جحد بها، جحد بها يعني انكرها بكليه، كما فعل المرتدون في حرب الرده مع ابي بكر الصديق عند رفضهم لشنو؟ للزكاه. لم يتركوا الصلاه ولكنه حاربهم حروب رده وكانوا يحاربوا الكفار، مع انهم يشهدون ان لا اله الا الله ومع انهم يصلون، لكنهم انكروا شنو؟ فقط. ولديهم دليل، اقوى من هكا، لديهم دليل، خذ من اموالهم صدقه، والكلام متوجه للرسول صلى الله عليه وسلم. من بعد الى خليفه، بعد ما مات النبي صلى الله عليه وسلم استشهدوا بنفس الايه، لانهم اخذوا الايه على ظاهرها، فهموها وقولوها كيف طاو قاعدين الناس وال المشايخ نتاع بعض الفرق قاعد تاخذ هكاك في نفس الايات، ايات في غير مواضيعها وتفسر فيها كيما تحب. هما خذاو ايه والله في موضعها، لكن الفهم خذاو فهم سطحي. انت وقت تقرا الايه يجب ان تنظر الى مآلاتها ومراد المولى سبحانه وتعالى منها، فتولي تقول ربي سبحانه وتعالى يريد من هذا كذا. لكن انت قلت النبي صلى الله عليه وسلم توفي، فلما مات عليه الصلاه والسلام والله لا نعطي مالنا احدا، شو اللي بتاخذ علينا جزيه كي نحن كفار ولا يهود؟ لا نحن مسلمين، والنبي صلى الله عليه وسلم كان هو اللي ياخذ منا في الصدقه في الزكاه، زكاه اموالنا، وانتم ليس لكم علينا فيها شيء، ما نعطيكمش. فابو بكر حاربه لانه انكر، وما قالش ما نعطيكش يا ابو بكر لاني انا عندي توا مشاريع اخرى باش نعملها. قال ليه والله لا نعطيكم الزكاه، يعني انكر الزكاه اصلا فحورب. لكن هل رايت من حورب انه ترك الصلاه؟ ما فماش حرب صارت على ترك الصلاه، رغم اليوم فما من ترك الصلاه في وقت النبي صلى الله عليه وسلم، ومعروف الحديث وبعد النبي صلى الله عليه وسلم، هناك من شرب الخمر في وقت النبي صلى الله عليه وسلم لكن لم يستحلها. شرب الخمر والنبي صلى الله عليه وسلم موجود حي. ولكن لم يقل بانها حلال، ما من قال بانها حلال اخرج نفسه. لأن الآيات واضحات. يا سيدي قلت حركة معناها كان يصلي ثم ترك الصلاة، مش نرجع قلت كلمة الترك. كلمة الترك ثم ترك الترك، قلنا إذا كان ثم قاعدة أن الناس كلها تصلي، الإسلام صلاة، فماش مسلم ما يصليش، فالذي سيخرج سينحرف وكأنه ترك ملة أهله. هو عمره ما كان يصلي معاهم، لكنه تركهم. ما عادش يعمل معاه في الاعمال اللي هم يعملوا فيها، سواء كان صوم او صلاه، ترك ما كانوا عليه او ما يزالون عليه، ترك ذلك الشيء، اي تخلى عنه. ما عملوش. الترك مش معناته فعله ثم تركه، لا. ينجم لم يفعله وتركه. لانه على مثال سابق هو موجود، الصلاه موجوده. سيدي اذا كان قوم هو من لم يؤتي بذلك انكر مش ترك. لانه نحن قلنا ماهوش انكار، هو ما لا ينكر الصلاه ولكن تركها لم يفعلها.
ملي بلا ما فعلش صليت ما صليش حتى نهار ما صلى حتى نهار كيما برشا شباب موجودين علاش كيما برشا ما صليش حتى نهار تسميه أنكر الصلاة اسأله وقول له ترى أنك تنكر الصلاة تقول لك لا أنا نعرف الصلاة ربي فرضها وإن شاء الله ربي يديني تنصلي هذا شنو تحكم عليه تقول هذا أنت منكر للصلاة هذا كثير يكون الصلاة مشترك بالصلاة يقرر بالصلاة وما يصليش وقتها شو اللي يسوي؟ هذا إنسان عاصي تركها هذا هو نحن قلنا تركها تكاسلا تركها لأنه يحب يفرش التلزة تركها لأنه عنده شهوات غالبته تركها لأنه يرى فيها كسل فيها معناتها باش تضغط عليه في الوقت وهو عنده قراية وعنده تركها لأنه ساعات ما ينجمش يتوضا يقول لك والله ما ينجمش يتوضا يتركها فما برشا اسباب ينجم يتعلل لك بها لان لا يصلي يسمى تاركا غير منكر وهو عاصي وهو مسلم عاصي شنو توبته؟ ان يرجع فيصلي فقط مش باش يولي مشرك ويولي فيه ها فما اشكال اخر نحن واضحين فيه هو اللي يمشي يكفر تو يسب ربي ثم يرجع وكان لم يصير حتى شيء سب ربي ويسمو عليها توبه هو الاشكال هو الاشكال واللي يطلق على زوجته اليمين هو يفتل يحسبه هو هزل معناتها وتطلق زوجته وهم في بالوك وينجم تحرم عليه وهم في بالوك الاشكال هو في شو ما وقع في القلب هو الطلاق النبي صلى الله عليه وسلم ماذا قال؟ قال لا طلاق في اغلاق هو الفظ هو لفظ بلفظ الطلاق معناتها اللفظ الظاهر انه طلق ولكن القلب بتاعه ضد اللي قال ما هوش ناوي الطلاق ولكن خرجت منه لذلك النبي صلى الله عليه وسلم لا يوقع هذا الطلاق ما يوقعوش طلاق هذا لانه بالنيه القصد بتاع المسلم هو انه سيكون في غاية العبودية لمولاه لكن فما أشياء في اثنين تجب تعرف شهوات شبهات شيطان مال أمور اجتماعية أمور نفسية تضييقات سياسية برشا أشياء فسيؤاخذ على ما نواه بقلبه اللي هو قلبه حديث النفس هذا هو اللي مشي تأخذ عليه ثم بعد ذلك زعما درجة هذا اللي ما صليش أو صلى ركعتين في آخر حياته والصيام بتاعه ماهوش هو وصدقاته ماهيش منظمة ولم يقم ليلا ولم يصم تطوعا ولم يبر الوالدين كما ذلك الذي كملت أعماله عند ربه سبحانه وتعالى ما يستويش باش تلقاه يعني منعم ماهوش في النار يعني يمكن أو يدخل النار ثم بعد ذلك يدخله ربه الجنة لكن مقام الذي عمل ليس كمقام الذي لم يعمل هنا يعني نحن نتكلم على الكمال مانيش نتكلم على الكفر ما نتكلمش اصلا في امور الكفر اصلا لانه يعني لم ياتي بناخذ من نواقض الاسلام. تم حديث قدس ما اخرج من النار من قال لا اله الا الله ولم يمر في الدنيا خالصا. ونحن لم يخرج النبي صلى الله عليه وسلم كان من كان في مقدار في قلبه مثقال ذرة من الإيمان، شو هي زعما مثقال ذرة؟ لك باطن نحو الظاهر وقالها ظاهرة، أخرج من النار من قال لا إله إلا الله ولا مرة في الدنيا خالصا. الكلمة بتاع كنيفة قلت خالصا. أي. ما معنى خالصا؟ موضوعنا عندنا يعني عارف شو إنسان يعني يقول لا إله إلا الله لا تحكم عليه بالكفر. هذا واضح هذه قاعده لكن انت تو الحديث اللي قلته مش قالها فقط يعني قالها خوفا مخلصا هذا مدى صدقه لا هو قالها الكلمه بتاعك انت في الحديث قلت خالصا يعني هو مخلصا كلمه لله يعني هو لله استيقظت قلبه نرجع ديما للعمل القلبي هو اللي به الفائده ثم ناتي تو العمل اللي هو الاعمال الصالحه بقيه الاعمال الصالحه شنو ميزان الاسلام؟ هي عندها وزن ما عندهاش وزن؟ طبعا عندها وزن ووزن عظيم لكن ما هيش هي اللي تدخل وتخرج للنار الايمان مطلق التصديق وكمال الايمان يكون بالعمل هذا اللي لازم نعرفه فراو مرأة كبيرة ما صلاتش مش بعذر ما صلاتش لأنه ما نجمتش هكا شكون عندها مساسة تكون يقومها باش تصلي وهي تنجم تقوم لكنك ما جاهاش قال طيب برا خلي يجيني خلي حتى يجيني مش مشكل فعملت لك خمسة صلوات ما صلتهمش هذه جاها ولدها
متعلق ما هوش فاهم، يجي يقول ايامي صليت، يقول ولا ما صليتش، تراكم لاباس تمشي، اي انت كافر. اش وليت؟ ولات انسان يلعب هذا بالدين، ماهوش انسان يحب يبر والديه ويحب يجدي في عمر، هو يجي يهزها ويقول لها هاي بيجا نوظيك وتصلي خمس صلوات. هي متكاسة انا ونعرف انا متكاسة، متاكد هي متكاسة، وراه هذا ما تحكموش وما تضحكوش، لانه فما راهو برشا منه، عند صغار وعند كبار وعند اللي بصحته وعند اللي ماهوش بصحته، الناس تتكاسر. فكل واحد يتكاس على صلاته وما يصليش صلاة، أو الشباب اللي مازال دوبه داخل صغير وما يعرفش هالأمور هذه وما صلاش عام ولا عامين، يتحكم عليه بأنه كافر ومخلد في النار، هذا هو ما يصحش. هذا وكان تو جملة المسلمين في النار، نعم كما اللي قال أنا ومن معي في النار والباقي في الجنة والباقي الكل في النار. فهمت؟ 70,000 في الجنة والباقي الكل في النار، هذا ما يجوزش. احنا ربي سبحانه وتعالى ما خلقش العباد باش يعذبهم، ما خلقش العباد باش يحطهم في النار. خلق العباد عندهم عقول باش يوعيوا غيرهم. انت كان اليوم تعرف تهز الكاس، علم غيرك باش ينجم يهز هو الكاس معك، مش تسكر عليه، مش قولوا لا نحكيو. يعني ناس تجي نحكي معاهم في الامور الدينيه باش نتناقش، يقول لي نحكيو ساعه في العقيده وبعد نحكيو في الصلاه. هي مش باش نفهم انا وياك، هذا نحكيو في الصلاه. اجا نعلمك انا في الصلاه، انت علمني اش تعرف. لا نحكيو في العقيده قبل. وانا نحكي معه في العقيده يردني انا مبتدع وكافر، يخرجني ما عادش نحكي معاه. لا نجم نعلمه ولا نجم نوريه، لا نجم حتى نستفاد منه، نجم يكون عنده افكار باش نستفاد منه ما نجم. فنقعد نحكي معه ساعتين في الاخر يكفرني ونروح على ربي. هو ما استفاد شيء وانا ما استفدت شيء. لواش نحن لا كلمه كفر نحيها. ايمان ايمان عمل ايمان عمل، وري لوج كيفاش تدخل اكثر ما يمكن لدين الاسلام، مش اكثر ما يمكن تخرجه. سيدي انا نختلف معاك في النقطه هذه، انا العمل ماهوش كمال الايمان، هو التجسيم الحقيقي للايمان، ماهوش كمال الايمان. كلام صحيح، كلام صحيح، تعريف صحيح، هو التجسيم الحقيقي للايمان. انت كترجعش معناتها كمال الايمان تلقاه نفس الكلام كده، وماكش معايا انا هذا كلام علماء، انا الناقل مانيش انا اللي نعطيك الواقع فيه. وكلامك صحيح مش غلط، وهو نفس كلامي، لكن كان تخمم فيه شوي، كان تروح للدار بتروي ما معنى كمال الايمان، تعرف اللي هو نفسه هو التجسيم الظاهري للايمان، تجسيمه تصديق القلب بالعمل فقط. وهو ما معنى انه هو الذي يكمل به الايمان، اي هو الذي تكمل به درجاتك عند ربك سبحانه وتعالى. قال القرآن يقال له اقرأ، والذي لم يقرأ يبقى في مكانه. هكا ولا؟ إذا فالإيمان مستويات. يكفي المؤمن أشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، ينجو بها من الخلود.